صور من حياة الصحابيات، نساء صحابيات كن رمزا للتضحية والفداء، ومواقفهن البطولية لا تزال مضيئة، سطرن أسماءهن في صفحات كتب السيرة والتراث الديني. صور من حياة الصحابيات، فكرة الدكتورة مرام العديلي، تقديم المقدمة ريهام جمال مهدي، تقديم الدكتور أحمد مدني وحنين شمشير، دوبلاج الدكتور أحمد مدني، حسين فكري، ريهام جمال وشيماء عثمان، وفي الهندسة الصوتية محمود الشال. صور من حياة الصحابيات، إخراج حنين شمشير. رملة بنت أبي سفيان. في الحلقة الفائتة رأينا كيف كان فرج الله على أم حبيبة بطلب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدها، وكيف كانت فرحتها عند سماع الخبر وخطبة النجاشي في المجلس. أما اليوم فتعالوا نستمع إلى خطبة خالد بن سعيد بن العاص، حيث قال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بدين الهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موكلتي أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسوله بزوجته، وهنيئا لأم حبيبة بما كتب الله لها من الخير. ثم حمل المال وهم أن يمضي به إليها، فقام أصحابه لقيامه وهموا بالانصراف أيضا، فقال لهم النجاشي: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يطعموا طعاما. ودعا لهم بطعام فأكل القوم ثم انفضوا. قالت أم حبيبة: فلما وصل المال إلي أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني 50 مثقالا من الذهب، وقلت: إني كنت أعطيتك ما أعطيت حين بشرتني، ولم يكن عندي يومئذ مال، فما هو إلا قليل، حتى جاءت أبرهة إلي وردت الذهب، وأخرجت حقا فيه الحلي الذي كنت أعطيتها إياه، فردته إلي أيضا، وقالت: إن الملك قد عزم علي ألا آخذ منك شيئاً، وقد أمر نساءه أن يبعثن لك بكل ما عندهن من الطيب. فلما كان الغد جاءتني بورس وعود وعنبر، ثم قالت لي: إن لي عندك حاجة. فقلت: وما هي؟ قالت: لقد أسلمت واتبعت دين محمد، فاقرأ على النبي من السلام وأعلميه أني آمنت بالله ورسوله، ولا تنسي ذلك. ثم جهزتني، ثم إني حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لقيته أخبرته بما كان من أمر الخطبة وما فعلته مع أبرهة، وأقرأته منها السلام، فسر بخبرها وقال: وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. أم حبيبة آثرت الله ورسوله على ما سواهما، وكرهت أن تعود للكفر كما يكره المرء أن يقذف في النار. صور من حياة الصحابيات،